استكمالا لخدمتنا اليوميه نذهب مباشره الى زميلي عوض الغنام من الاداره العامه للمرور يطلعنا على اخر مستجدات الحاله المروريه. صباح الخير يا عوض، اليك الكلمه. صباح الخير همام. بالامس كنا في الاداره العامه للمرور بالنسبه لحاله المناخ التي كانت تمر بها البلاد وانعكاس ذلك على الحاله المروريه في المحاور المروريه المهمه. النهارده في الجيزه هنتكلم اكثر من خلال الكاميرات المنتشره في كل الشوارع والمحاور المروريه في محافظه الجيزه عن طبيعه الحاله المروريه. اليوم يعني الجو مشمس للغايه وانعكس ذلك على السيوله المروريه، لا يوجد اشكاليه رغم كما تعلم البدايه الحقيقيه للاسبوع تبدا الاثنين لعوده المصانع وما هو مرتبط بعمليه التصنيع والورش وما الى ذلك، لكن الصوره كما توضح احنا هنا بنتكلم في تقاطع كوبري الدقي مع شارع الدقي كما هي واضحه الصوره. هناك سيولة في كل الاتجاهات في أعلى الكوبري وأسفله، في الجانب الآخر في كوبري عباس وكانت دائما هناك إشكالية على عند كوبري عباس، لكن في هذا التوقيت لا يوجد أي إشكالية على الإطلاق بالنسبة لحالة المرور. المحور الأهم في القاهرة عموما هو كوبري أكتوبر والرابط بين المحافظتين القاهرة والجيزة، في هذا التوقيت أعلى النيل لا يوجد أي إشكالية على الإطلاق بالنسبة للحالة المرورية. الصورة كما توضح هناك سيولة تامة. الصورة الأخرى في قلب مدينة الجيزة نتحدث عن جامعة القاهرة وعودة الدراسة بالجامعة، كما توضح الصورة هناك سيولة مرورية في كل الاتجاهات المحيطة بجامعة القاهرة، ليس بعيدا عن جامعة القاهرة في ميدان الجلاء في كل الاتجاهات المحيطة بالميدان، رغم أن هناك عمليات صيانة ورصف تتم في شوارع الدوق في هذا التوقيت، لكن هناك سيولة واضحة للغاية. يبقى معنا كوبري 15 مايو القادم دوما من مدينة أكتوبر، في هذا التوقيت يكون هناك ازدحام نسبي لكن في الاتجاه المقابل هناك سيولة واضحة للغاية. للتوضيح هناك أعمال توسعية تتم في هذا الطريق في نهايته، هو نتحدث عن المحور ربما قبل مغادرة هذا العام سيتم الانتهاء من هذه التوسعات، فبالتالي سينعكس ذلك إيجابا على السيولة المرورية طبعا إن شاء الله مع المنوريل الذي سيتم تدشينه في إبريل من عام 2023. الدائري وما أدرك ما الدائري، في القادم من المعادي إلى الجيزة هناك سيولة تامة للغاية، لكن في الاتجاه المقابل الإصلاحات تمت في هذا المكان، لكن هناك في نهاية الطريق ما زالت الإصلاحات قادمة. الأخبار تتحدث إن شاء الله سيكون الإصلاحات الخاصة بالدائري قبل رمضان سيتم الانتهاء منها، وهذا خبر مفرح للغاية. الصورة الأخيرة وبقى نختم منا وهمام هي مرتبطة بمحطة مترو أو الطريق الغربي وارتباطه بالداخل إلى الجيزة تحديدا عند ناصية شارع الهرم. هناك مشروعان هامان يتم في هذا التوقيت، المشروع الأول خاصة بالمتحف المصري الكبير الذي يضم أكبر تجمع لحضارة في التاريخ الخاص بالمتحف المصري الكبير والذي سيتم تدشينه إن شاء الله قبل مغادرة هذا العام، لكن المشروع القومي الآخر هو الخاص بمترو الأنفاق. ربما كل هذه الصور توضح الحالة المرورية على مدار الساعة حتى هذه اللحظة ونحن على الهواء مباشرة من داخل الإدارة العامة لمرور الجيزة. عودة إليك منا وكذلك هامة. شكرا جزيلا لك عوض الغنام مراسلنا من الإدارة العامة للمرور على كل هذه التفاصيل وعلى تطورات الحالة المرورية. شكرا جزيلا.